شهد اليوم المركز الوطني للبحوث والتنمية عمل إعداد المشروع الاستثماري للخدمات الجامعية، وذلك بحضور الخبراء والفنيين وأساتذة الجامعات. المناسبة ترأسها أمين الدولة بالتعليم العالي والبحث والابتكار الدكتور حسين مسار حسين. حليمة السعدية. من أجل تطوير الأمل في قطاع التعليم الآلي، جاءت مناسبة إيداد المشروع الاستثماري للخدمات الجامعية، وذلك بمساهمة فائلة من الأساتذة والباحثين والخبراء والفنيين والمختصين. هذا ففي بداية المناسبة تحدث رئيس اللجنة المكلفة بإيداد المشروع موضحا أن مكونات المشروع للمركز الاستثماري الجامعي والهادف إلى إيجاد وتوفير الإيرادات المالية للجامعة. ولقد تخيرت اللجنة في المرحلة الأولى 4 مشروعات كمرحلة أولى يبدأ بها المجال الاستثماري للسانون، وهي مشروع شبكة المواصلات والنقل بين العاصمة والأقاليم وداخل المدن، ومشروع سلسلة المطاعم، ومشروع المستوصفات الجامعية، ومشروع المركز التجاري المول. من جانبه مهندس المشروع أبو بكر ألي قد شرح جميع الخطط من فتح المركز التجاري الجامعي كالمستوصف الجامعي وقسم للولادة ورعاية الأطفال والأسنان، تخطيط نموذجيا للطابق الأرضي وكذا الدور الأول والثاني. وأقب ذلك تم تسليم الوثيقة المعدة للمشروع من قبل اللجنة المكلفة بإيداد المشروع، وتسلم لأمين الدولة في التعليم الآلي والبحث والابتكار حسين مسار حسين. وأقب ذلك أعرب أمين الدولة عن فرحته بهذا المشروع. بدأ العمل في هذه اللجنة يوم 1/7، واليوم يوم 1/8 استلمنا الإنجاز. هذه المشاريع تأتي في وقت حقيقة يحتاج التعليم العالي إلى أن تكون لديه مصادر للتمويل، مصادر تساهم في دعم التعليم العالي. وبدأنا بالمركز الوطني للخدمات الجامعية لأنه يقدم خدمات لأكثر من 41 ألف طالب وطالبة. فهذه المشاريع الأربعة والذي تصل تكلفته حسب هذه الدراسة إلى 2,713,000,000 فرنك سيفا. نشير إلى أن هذا المشروع الممول من المؤسسات والشركات وصناديق الدعم المالي للمصارف الدولية، ودعما لمشروعات فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى تطوير الأمل وتحسين التعليم الآلي في البلاد.